بعيد أقصى العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال 3 أيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالمحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة، حيث هناك توقعات بتشكل غبار على منطقة جازان، أيضا طقس شديد الحرارة في شرق المملكة، وأيضا حالة من عدم الاستقرار الجوي جنوب المملكة. نبدأ نشرتنا باستعراض خرائط هبات الرياح المتوقع من الاثنين إلى الأربعاء. نركز هنا على منطقة سواحل جنوب البحر الأحمر، تحديدا منطقة الليث، أيضا منطقة جازان، حيث تهب رياح شمالية غربية موسمية تنشط خلال ساعات الظهيرة والعصر، تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي تدني الرؤية الأفقية في تلك المناطق بشكل يومي خلال الأيام القليلة القادمة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وأيضا خرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من الاثنين وحتى الأربعاء، حيث تشير إلى تمركز الكتلة الهوائية شديدة الحرارة في شرق ووسط وجنوب المملكة، حيث يسود طقس شديد الحرارة ومرهق في تلك المناطق خاصة بالمنطقة الشرقية وأيضا منطقة الإحساء، حيث ترتفع نسب الرطوبة على سواحل الخليج العربي وبالتالي يزيد الإحساس بالحرارة. أما المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أجواء معتدلة خاصة فوق القمم الجبلية العالية والمرتفعات، أيضا المنطقة الشمالية تتأثر بكتلة هوائية حارة، درجة حرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خاصة يوم الأربعاء. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 31 درجة مئوية. أما خلال 3 أيام القادمة طقس حار يومي الاثنين والثلاثاء، 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون بين 33 إلى 32. أما يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة لتسجل 45 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل حوالي 30 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى هذا الفيديو في آخر نشرتنا، حيث أودت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في النيبال بحياة 23 شخص على الأقل، وشردت الآلاف في غرب البلاد خلال نهاية الأسبوع نتيجة لهبوب رياح موسمية رطبة قادمة من منطقة خليج البنغال وأيضا منطقة بحر العرب. تعمل هذه الرياح على تشكل الغيوم الماطرة، وبالتالي تشكلت السيول في عموم منطقة النيبال. نحن تنتهي مشاهدنا، إلى اللقاء. কালবুল বা কিনতে আসেন মানছি তার মানছি।